قلتي انك مثلتي في الواد سيد الشغال. ايوه ده انا اللي بداتها مع الاستاذ عيد ومع الاستاذ عمر ومع مدام رجاء ومع الاستاذ مصطفى وكل المجموعه بتاعت المسرح. يعني عبد الوهاب قطب ده المكير. شوفي كنت طفله ازاي، كنت عامله ازاي ولا فظيعه. كان دور ايه يا استاذ مدام؟ هي الدور اللي عملته بعد كده حبيبتي مشيره. انا حصل لي ظرف صحي اضطريت اعتذر عن العرض في وسط ما احنا بنعرض في سيزون الصيف. جات لي حصوه في الكلى وانا كل فترة جسمي بيعمل حصاوي، فلازم أروح أنزلها. حاولت إن أنا أقعد أصبر وأخد أدوية وأخد حقن، واستحملوني الحقيقة يعني جدا جدا، وحاولوا معايا كل المحاولات. وصلت لمرحلة صحية خطر.